السلام عليكم ورحمة الله. اليوم يا اخوان بدنا نعرض عليكم 10 انواع من الكلاب، طبعا بناء على طلب الشباب، وانتم بتقرروا اللي كيف بحب الواحد مين يربي اي كلب. طبعا هاي 10 انواع، كل ما يصير عندنا انواع احنا بنعرضها عليكم، لكن مش كل الانواع بتكون عندنا دائما. نبلش بالاكيتا الياباني. طبعا هذا اكيتا ياباني، وفي اكيتا امريكي. امريكي ما عندناش، عندنا ياباني وعندنا واحد ابيض زيه، كلب مرتب حلو من الكلاب المخلصة جدا. كلب البلجي المالينو، كلب شرس جدا للحراسة وللتدريب ولكل شيء. معروف كلب البلجي كلب شرس جدا، عنده قدرات على القفز وعلى الحراسة. بعدين منيجي هاي عندنا كلب البول تيرير. كلب بول تيرير كلب شرس جدا، احيانا مخه بكون شاطب. بس كيف لك قوي جدا كلب الكاني كورسو، معروف كلب ضخم شرس، في منه بيجي شرس وفي منه بيجي هادي. الكاني اسمه الكاني كورس. كلب البيتبول الريد نوز، في منه بلاك نوز وفي منه بيتبول عادي. هذا بلاك، هذا كلب الريد نوز. في بيجي كلب البلاك المنخار اسود، وفي كمان نوع ثالث. هاي هي انواع البيتبول. كلاب الهاسكي، في منه الابيض والابيض اسود، وفي بيجي عينين زرق وعينين عادي. هذا في له عين زرقاء وعين عاديه. كلاب الجيرمان العادي، في منه الوان وبيجي سلالات وكسحه. كلب الراعي الاسياتي، كلب ضخم وعملاق شايف، وبيجي الكلب نحيف وضخم. السلوكي بيجي برضه كلب ضعيف وسريع. طبعا عندنا احنا بنستعملوش للصيد، فيش له مجال للصيد، لكن بربوه هيك يعني مجرد تربايه. وكلب الجريت دان العملاق بوب. بوب اللي هو كلب الجريت دان اللي هو الداني، اصل الكلب هذا دنمارك. هاي حاليا العشر انواع اللي عندنا. شيلك لف عليه.